سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ باقي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو، المهم اليوم بغيت نجيب لكم اليوم واحد الوصفه زوينه، والاغلبيه ديال الناس كيعجبوها كتعجبهم وكيعشقوها، واللي هي الفول مقلي. كيجي خطير وزوين بهذه الطريقه. المهم البنات، انا خديت الفول هنايا. كتمشي كتقداو، غير كتقداو كتاخذوا الفول ديال التفوار على هذا الشكل، كيكون رقيق ومازال صغير. نقطعو انا على هذا الشكل هذا باش كيجي زوين، ما كيجيش فيه اطراف كبار وداكشي. كنقطعو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا بالموس. ما كتوسخ على يديك، طريقه سريعه وعمليه، ما كتوسخ على يديك لا والو. يكفي انك تحيد له هذا الاخر اللي كتكون في الجناب وتقطعو بالموس قطعات صغار. صافي، نكمل تقطع ان شاء الله وغندوزو الطريقه. دابا من بعد ما قطعنا الفول ديالنا على هذا الشكل صغير باش كيتفور دغيا وما كيجيش كبير، كيجي زوين مرفس. دابا غادي نشلو في الماء حيت راكم عارفين فيه التراب وداكشي. غسلتو ما غسلتوش في الاول، كنت كنقطعو عاد كنغسلو وكنسقيه مزيان البنات، وكنديرو في الطنجره هادي. من بعد ما سلينا غادي نديرو مليحة، من بعد ما سلينا كنديرو فوق منو شوية د الملحة. كندير أنا معاه الملحة البنات كتسلق، أو كنزيد طرونشات ديال الملح حامض. كندير معاه الحامض البنات باش ما كيكحلش وكيجي زوين المذاق ديالو بالحامض. من بعد كنجيب واحد البيكة بيضة، وكنقطيه بالميكا هكا كما كتشوفوا باش كيتفور لي دغيا، وغنديرو يتسلق ونطلق ان شاء الله. غير يتسلق واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه وغير يتسلق، نرجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا التقليه اللي غادي نديرو فيها وكي جانا في الشكل النهائي. وبالصحه والراحه. بعد ما وجدوا لنا الفول ديالنا تسلقوا مزيان، دابا درنا هنايا غادي نقليوهم واحد التقليه. درنا هنايا كما كتشوفوا المعدنوس مقطعوه شويه القزبر، وهنايا الثومه بزايد، انا كتعجبني تكون الثومه بزايد. وهنايا غنديروا تحميره، معلقه تحميره، شويه د الكيري هذا اختياري الا كان متواجد، ما متواجدش هو كاين ضد الماكله الصراحه كتجي بنينه وزوينه. غنديروا معلقة صغيرة ديال الكمون، شوية ديال الخرقوم، وغنديرو زيت البلدية. كنكتر انا زيت البلدية البنات كما كتشوفو. وغادي نزيدو شوية د المطيشة ديال الحب. عرقة ديال
غادي نعصر شويه د الحامض، كتجي زوينه بالحامض البنات. هيا راه طرف شويه ديال الاخرى نحيدها. هو العشاق الحر بيان سور كيزيدو الهريسه، راه كتعجبني الهريسه كنزيدها معاه. كنخلطو كلشي وكنديرها تسخن فوق الزيت وكنزيد عليها الفول اللي سبق لنا وقلينا. بعدا هانتوما تشرمينا كي كتجي البنات. هي التشرميلة ديالنا كتجي كتشهي البنات، بحال التشرميلة ديال الحوت كتجي غزالة. دابا غنديروهم فوق البوطا ونديرو الفول ديالنا. من بعد ما درنا الفول فوق التشرميلة كما كتشوفو هانتوما البنات، انا كنصغر الفول باش ما كنبقاش نتعذب معاهم في العفيس في الرفيس. كنصغرهم هانتوما. ودابا كنبقى نخلط كنحرك عيني غليو شويه وعاد غنبقى نرفس هكا. ودرت معاهم حتى داك الحامض اللي تسلق كامل، كيجي زوينه البنات الفول بهذه الطريقه، كيجي خطير مشرمل كيجي غزال. ذوقوه غادي يعجبكم، انا متاكده غادي يعجبكم ان شاء الله. شتي البنات مع مقطع ديك تقطيعه صغيره دغيا كيترفسها دغيا. دابا غنخليوه على ما يتقلى ونرجع معكم. هانتوما كيما كتشوفوا البنات الفول ديالنا بدا كيتقلى، بدا كيستوي اللي قالوا المصريين. وصافي شويه وغادي نطفي عليه، وها هو الفول ديالنا وجد. غندقوا بعدا كي هكذا. بنين البنات كيجي واعر خطير غزال بزاف بزاف. يلاه نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله بالصحه والراحه، وجربوه غادي يعجبكم ضروري وما يحشمكمش مع ضيافكم. يلاه باي باي.